السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم فيديو جديد على قناة محترف الشرحات برو. بعتذر جدا ان انا بقالي فترة ما بنزلش فيديوهات لاني مكنتش فاضي في الفترة دي، واديني فضيت عشان انزل لكم فيديو هيكون سهل وسريع عن طريق الشحن شدات ببجي او اليو سي. الطريقة سهلة جدا ومش هنحتاج برامج او اي مواقع خارجية، احنا بس هنحتاج موقع ببجي الرسمي، الموقع امن لان ده اصلا موقع الشركة نفسها وموقع اللعبة. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. وبشكركم جدا على الدعم اللي انتوا قدمتوه للقناة، وهدفنا ان شاء الله 500 مشترك، وقربنا من 500 مشترك، وبشكر كل واحد دعمني في الفترة اللي فاتت. اول حاجة في الشرح هنحتاج موقع ببجي موبايل الرسمي، هسيب لكم الرابط تحت في الوصف، او انت ممكن تروح عند جوجل وتدخل في السيرش وتكتب ببجي موبايل ويحولك على الموقع الرسمي. بعد كده تعمل سيرش، وتنتظر لما يحمل، وبعد ما يحمل هيفتح لك الواجهة دي. من الواجهة دي انت تقدر تحمل اللعبة، ولو انت عايز تغير اللغة كل اللي عليك هتيجي هنا وهتخليها اللغة العربية. زي ما قلت من هنا تقدر تنزل اللعبة وأخبار وحاجة، ولو انت مثلا بتواجه مشكلة في اللعبة تقدر تشتكي من هنا. طيب هنيجي هنا عند الخيار ده نضغط عليه وننتظر لما يحمل معانا. الطريقة سهلة، كل اللي هتحتاج فيه بس رصيد الهاتف بتاعك، وبعد كده هيحمل ويفتح لك الصفحة دي. في الصفحة دي انت كل اللي عليك انك هتضيف الاي دي بتاع اللاعب الخاص بك، وبعد ما تكتب الاي دي الخاص باللاعب هيظهر لك على طول الاسم المستعار والمعرف او الاي دي بتاع اللاعب الخاص بك، ولازم تتأكد هل ده فعلا الاسم والاي دي. وبعد ما تتأكد هيجي لك طريقة الدفع. طريقة الدفع الخيار الاول ده اللي احنا نحتاجه، لان من خلال الخيار الاول انت هتدفع من خلال الرصيد، انما الوان كارد هتحتاج فيها فيزا. بس الوان كارد بتتميز ان الهدايا اللي لما يعني انت لو اشتريت اي حاجة اي يو سي انت عايزها هيدولك عليها هدايا جميلة جدا. انت لو جيت تشتري دلوقتي 7000 شدة او يو سي هيدولك على 1750 شدة، وزايد انك يعني اكبر عدد تقدر تشتريه مرة واحدة هو 7000، يعني وعليه 1750، فحاجة كبيرة جدا. انما الخيار الاول بيتميز ان هو سهل الدفع لكن الاكبر عدد 270. طيب هتعمل ايه؟ كل اللي عليك انك يعني انت لو عايز مثلا 1000 شد، كل اللي عليك انك هتشحن من العرض بتاع 270 ده بتاع 4 مرات ولا حاجة، وتقدر تشحن على قد ما انت عايز. ومن خلال برضو الطريقة دي انت هتقدر تحول شدات لصديقك او اي حساب تاني انت عايزه، يعني هتكتب الاي دي الخاص باللاعب اللي انت عايز تحول له الشدات اذا كان اللاعب الخاص بيك او لاعب خاص بواحد صاحبك، كل اللي عليك بس الاي دي. وبعد كده هتختار العرض اللي انت عايزه، ومثلا انت لو اخترت العرض اللي هو ب16 جنيه او حسب العملة الخاصة ببلدك تعمل ادفع الان. تلقائيا هيوجهك على الصفحة دي. طبعا بما ان انا عايش في مصر فطبعا هيجيب لي الشركات الاتصالات الموجودة في مصر. طيب انت كل اللي عليك انك هتختار، يعني انت مثلا شريحتك اتصالات هتختارها، وبعد كده هتدخل هتدخل الرقم الخاص بيك، وبعد ما تكتب الرقم الخاص بيك هيقول لك العملية تمت بنجاح، ولكن لو مفيش رصيد كافي ولكن لو مفيش رصيد كافي هيظهر لك خيار وعامل لك علامة اكس بيقول لك لا يوجد رصيد كافي.
طبعا انت كل اللي عليك انك هتشحن في جهازك اقل حاجة 16 جنيه، وبعد كده تروح تعمل عملية الشراء دي. والطريقة سهلة جدا، مش صعبة ولا حاجة، ومتستصعبوش. كل اللي عليك بس هو رقم تليفونك. وبكده نكون خلصنا شرح النهاردة على قناة محترف الشروحات برو. لو الفيديو عجبك متنساش تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد.